تحية أزل، أحب أن أتحدث في هذه اللحظة عن العنف ضد المرأة كما هو في التراث الثقافي والتقاليد الشفاهية بجنوب شرق المغرب. يزخر تراثنا الثقافي بقيم العنف ضد المرأة، وقد يمس العنف حقها في الإرث، ويمس حقها في الأرض، ويغشى حقها في الرأي والاستشارة والتمثيل في الجماعة السلالية. وهناك قيم ثقافية لفائدة حرية المرأة كحرية اختيار الزوج في بعض الأوساط، والمشاركة في الثقافة، طبعا الثقافة غير العالمة، ولها الحرية في الجنس في بعض الأوساط. طبعا والعنف ضد المرأة فعل مستمر في كل عصر ومصر، وهو انتهاك لحقوق الإنسان لإعاقته مطلب المساواة بين الجنسين، ويحول دون تقدم تنمية. والعنف فوق ذلك جريمة كيفما كان مصدره ووقته، أن يصدر عن الدولة أو عن الأسرة أو عن الأشخاص زمان السلم والهناء أو وقت توتر. سادة في تاريخنا المحلي اختطاف النساء من لدن القواد، جمع قائد، ودام ذلك إلى حدود الحماية الفرنسية، وهي قمة غير مرغوب فيها، قمة لا تشرف وسطنا. ففي سنة 1889 جرت حرب لتحرير امرأة مختطفة اسمها إط القطيب بتط أرمس بالسفوح الشمالية الغربية لجبال العياشي. اختطفت من لدن القائد محمد الطلب، وقادت أمها خديجه يدير حملة لتعبئة مجموعة من القبائل، واتجهت نحو جنوب شرق تط أرماس حتى وصلت مضغرة عند الشيخ الدرقاوي محمد بالعربي الدرقاوي، فحصلت تعبئة شاملة، وجرى تحرير إط القطيب وإهانة القائد محمد الطلب. في اختطاف النساء قمة لا تشرف كما قلت تاريخنا المحلي. وفي الأعراف إشارات كثيرة إلى العنف ضد النساء، وحسن الاستشهاد بعرف بودنيم. لماذا؟ لأنه انفتح على الشريعة الإسلامية ابتداء من سنة 1910. فميز عرف بودنيم بين استغلال المرأة عامة واستغلالها في الجنس خاصة، وقدر فوق ذلك الجنس فاحشة، ووظف عبارة مثل الزنا في المرجعية الدينية. بينما الأعراف المجاورة التزمت الصمت حول هذه المسألة لأنها لم تدمج الشريعة الإسلامية، فحافظت على الجنس بما هو حرية تكسبها المرأة.
في العرف نجد ما يحمي المرأة، مثلا المادة 5 من عرف بوتني، كل من أفرط في استغلال المرأة سيدفع 100 مثقال، كل من ارتكب فاحشة تجاه امرأة سيدفع نصف ريال، مادة 30 من عرف بودنيب. في حالة ما إذا تفاهم الرجل والمرأة واستقر رأيهما على ارتكاب الزنا سيدفع كلاهما نفس الغرامة، المادة 46 من العرف المذكور. ففي عرف بوتنيب يقدر الجنس الرضاعي أنه زنا لادولتير، وينعت الاستغلال الجنسي أنه فاحشة، ويبدو أن هذا العرف المعدل يشكل استثناء في الوسط، وكما سلفت إليه الإشارة في الأعراف المجاورة تخلو من هذه المواد تخلو من تقدير هذه القيمة. المادة 21 من عرف تلال بحوض غير حددت غرامة تداني 5 أوقية لكل من ينقص من احترام المرأة. وفي عرف الجارة نجد أن من دخل على امرأة وأراد منها الفاحشة ووجده الشيخ أو شهد عليه زوجها أو قريبها يعطي 100 مثقال لكل عتبة، النصف منها للشيخ والنصف الآخر لرب الدار. وأما من نقز، هذه عبارة بالدارجة، في حدود بلدنا لامرأة نصفها 30 مثقال من غير زوجته، وإن تكلم عليه زوجها أو قريبها فبينه وبين الذي نقز لتعقيد، أي للعرف، يسمى العرف أيضا تعقيد. المادة 30 من عرف الجارة بأوفوس. وأما المرأة إن قالت لرجل امسح الغائط وتخان بالأمازيغية، أو امسح الطين وتلوط بالأمازيغية، أو خطت عليه، دي عبارة بالدارجة، أو قال هو لها ذلك، نصف كل واحد منهم ريال، المادة 54 من العرف المذكور. وفي نفس العرف نجد أن من ضرب امرأة أو ضربته امرأة نصف كل واحد منهم ريال إن لم تكن من عشيرته، فإذا كانت من عشيرته فلا يدفع شيئا، بمعنى أن المادة العرفية تحلل العنف العشائري. ويحمي العرف كذلك كرامة الرجل، وأما من فعل الفاحشة برجل، هذه المادة ستتحدث عن المثلية الجنسية، وأما من فعل الفاحشة برجل يعطي الأعلى 10 مثاقل والأدنى 20 مثقالا، وإن لم يصوم أي الأطفال فمثقالا لكل واحد. وإن فعل الرجل ذلك بالصبي نصفه 30 مثقالا في داخل القصر، أي أن العرف يحمي المجال المعمر من الردلة. وأما من الصور إلى حدود البلد، إلى حدود المجال الوطني في للقصر من أولاد عميرة والقصر الجديد بمنطقة أوفوس وأجدال بلدنا، أي المرعى المحروس القريب، فنصفه 5 مثقال. تلك هي بعض الشذرات حول العنف ضد المرأة. شكرا لكم.